يا مساء الفل، يا مساء الجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحريف. النهارده في الجزء الثاني من الحريف هيكون ضيفي وضيف حضراتكم كابتن اسامه عرابي، المدير الفني السابق لطنطا. هنتكلم على كواليس تركه لطنطا او استقالته من تدريب فريق طنطا والموقف الصعب اللي موجود في الفريق في هذا التوقيت من عمر الدوري المصري الممتاز ده. ان شاء الله باذن الله هيكون في الجزء الثاني. انما النهارده عندنا حاجات كتير جدا هنتكلم فيها، بس هبتدي بواقعه هي غريبه من نوعها، هي غريبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنجاز التعبير هي كارثة وفضيحة. ماتش، وركز بقى معايا، ماتش في الكرة النسائية في مصر، يعني مش في حتة تانية، ما بين مركز شباب ميت عقبة ومركز شباب أوسين. حصل حاجة في الماتش لأي سبب من الأسباب، قوم حكم المباراة المدير الفني بتاع متعوبة اتطرد خلال احداث الشوط الاولاني في الدقيقه 33، وكانت النتيجه 1-1. اعترض مساعد المدرب اللي كان اتطرد قبليها على حساب الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل الضائع. يسكت؟ لا، ما يسكتش، راح واخد بعضه وقال على التيشيرت، نزل يجري ورا الحكم. والله ما بحكي لكمش حاجة ما حصلتش، وهتك ضرب في حكم الساحة والحكم المساعد، وحكم المساعد يعني معاه راية يضرب بيها الراجل فوق دماغه ويلف ويجري ورا بعض زي توم وجيري بالظبط. واللي موجود بقى بيأمن الماتش ده كله بقى بالقصة اللي أنا بقولها لحضراتكم دي، تقريبا عسكري واحد. تخيل الموضوع عامل ازاي؟ اللي بقوله لحضراتكم ده مش من وحي الخيال ولا حاجه، عشان بس الناس ما تقولكش انت بتقول حاجه وما بتحصلش. دلوقتي حالا هيكون قدام حضراتكم على الشاشه اهو، اتفرج يا سيدي عشان الناس بس ده مش هتلاقوه في اي حته، تلاقيه عندنا اتحاد الكوره. لا مش متابع، هم مش عارفين اصلا الواقع، خد بالك. احنا ما كلمنا الناس اتحاد الكوره، قالك انتوا بتقولوا ايه، احنا مش سامعين اي حاجه. اهو ماتش شغال ماشي، كره نسائيه لطيفه جدا. نعم فرقتين لابسين شبه بعض، بس ماشي برضو مش هو ده موضوعنا. الاثنين احمر في اسود، والاثنين نفس الشراب، والاثنين نفس اللون، ماشي حالك، ماشي مفيش مشكله، الحكم موافق والدنيا تمام. ما هو ما حدش اصلا كان هيعرف اي حاجه عن الموضوع، فمفيش حد واخد باله. ماشي حالك، الماتش ماشي، نتيجه 1-1. طرد الحكم في الشوط الاولاني. على فكره مباراه الكره النسائيه الشوط 35 دقيقه، عشان برضو حضراتكم تبقوا في الصوره، مش بيبقى اللي بنلعبه يعني عندنا في مصر يعني. 35 دقيقة. وادي البنات في أرض الملعب، وفجأة مرة واحدة راجل الحكم الرابع قال لك حسبنا 3 دقايق محتسب بدل من الضائع. ما عجبوش. ده المساعد هو اللي قدام حضراتكم على الشاشة. فاعترض على الحكم، لحد كده اعتراض فيه عنف شوية يعني، معترض بس زعلان. فدخل حد عشان يهديه. خلاص يا عم هدي أعصابك، الموضوع تفاقم. الراجل اتضايق زاد عن اللزوم. بنات في ارض الملعب اهو زي ما حضراتكم شايفين، مفيش حد، مفيش اي احتكاك من اي نوع لسه حد دلوقتي، محدش جه جنب الراجل الغضبان قوي ده. كل ده برده تمام، ما حصلش حاجه، هو منفعل عشان احتسب 3 دقايق وقت بدل ضايع، وكان مدرب فريق متعوبة اطرد، مركز شباب متعوبة اطرد. مفيش بقى ايه مقدمات خالص. بقدرة قادر هيتقلب الملعب ده لساحة قتال على صغير، وكل بقى من هب ودب وعايز يجامل هيجامل في الحكم يعني وفي المساعد. اهو فجأة مرة واحدة اهو، طب ما تعرفش بقى مين، هتقالي هنا جنبي عظيمة ان انا مش شايف خالص، انا مش شايف خالص. هوب كاله نص، كال الحكم نص، وقعوه في الارض، وقاتك يا ضرب. ويعني ما فيش غير هو واحد بس الراجل اللي بيأمن، هو مش متخيل انه ماتش يعني للكرة النسائية المفروض ان احنا هنجيب له تشكيلين يعني عشان خاطر نأمنه. وهاتك يا ضرب. نزل بقى المدرب ما تدرى بالمساعدين، كل دول بيجروا ورا حكم بس. يعني اي منطق واي مبدأ من مبادئ الرجولة، خدوا بالكم انا ما بتكلمش بقى بلا كرة بلا رياضة بلا 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 بطيخ بلا كفتة، اي منطق واي مبدأ من مبادئ الرجولة والجدعانة والحاجات دي كلها تقول ان انت كل الناس دي بتتلم على واحد غلبان، هو في النهايه حكم، حكم جاي يحكم ماتش.
ايه يوصلك انت ها بكل المجموعه دي كلها تاكل الراجل نص وتوقعه على الارض ويطلعوا يجروا وراه؟ ليه يا جماعه الارهاب ده كله؟ مفيش غير الراجل اللي لابس التيشيرت ده هو اللي كان موجود يا عيني عمال يبعد عنهم الضرب. انما ليه كل ده يا جماعه؟ ليه كل ده؟ احنا في النهايه ما بنتكلمش يعني في ماتش في الدوري الممتاز على بطولة الدوري ولا نهائي كاس مصر مثلا ولا نهائي كاس العالم ولا اي حاجة خالص. على فكرة ده ماتش كرة نسائية لو احنا ما جبناهوش مفيش اتنين اصلا هيعرفوا عنه حاجة. ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ عشان يعني ايه المبرر يعني؟ ادوني اي اللي بيتفرج دلوقتي على الشاشة ده ويشوف اللي بيحصل ده اديني اي مبرر. فين بقى لجنة الحكام؟ فين حق الحكم ده؟ حكم عين الراية ده اللي اتجامل فيه وطاقم التحكيم؟ ما هو الناس اصلا مش هيروحوا يعني مش هيروحوا الماتش وهم هيحطوا في اعتباراتهم. بصوا يا جماعه حطوا في اعتباراتهم انه في ماتش ما بين مركز شباب ميت عقبه ومركز شباب اوسيم بنات وبنات خدوا بالك يعني كره نسائيه ولا هو المفروض ايه اللي يحصل يعني؟ انا مش فاهم الموضوع والله العظيم. ثلاثه موضوع انا اسف جدا بقى في اللي هقوله هي أزمة أخلاق حقيقية يعني مش هي مش رياضة ولا كورة ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. أزمة أخلاق أزمة ناس حتى مش عارفة تتحكم في غضبها وهم القدوة أصلا. أنا أقسم لكم بالله أنا لو فتحت لكم الصوت هتسمعوا مهازل والله مهازل مهازل شتايم بجميع الألفاظ والأشكال والأنواع. بص لوكشة شتايم كده لسه نازله السوق اول مره. تنوع في الشتايم. طب هو احنا المفروض نعمل ايه؟ عشان يعني احنا المفروض نعمل ايه؟ اذا كنا احنا بنتكلم يا حيطه دارينا. يعني عايزين جمهور يرجع وعايزين الكوره تبقى موجوده في الدوري المصري الممتاز وكاس مصر وبتاع. فتخيلوا واحنا بنتكلم على ماتش انا اسف جدا في اللفظ اللي هستخدمه يعني مفيش اتنين عارف عنه اي حاجه. مفيش اتنين او لا امور اللعيبه بس هم اللي عارفين ان هم بيلعبوا النهارده ما بين ماتش ما بين مركز شباب بيت عقبه وما بين مركز شباب اوسيم. عشان ايه يعني؟ مش نهايه العالم مش نهايه الكون مش نهائي البطوله العالميه الفولاذيه الالمعيه لا مش اي حاجه خالص. والثلاث حكام يا عيني اللي رايحين ولا الاربع حكام اللي رايحين انا هقول لكم على اسمائهم. كابتن محمد عبد الناصر ده حكم ساحه، كابتن احمد عمران ده مساعد اول، كابتن عبد الرحمن ناجح مساعد تاني. وفقا لتقرير الحكم ها اللي بقوله لحضراتكم ده تقرير الحكم ده بعد الضرب والطحن اللي حصل يعني. اللي اعتدوا على طاقم التحكيم مدير الفني يوسف فواز ومساعد المدرب عادل حسين واداري كريم ندى. التقرير اتكتب فيه جميع الالفاظ والشتايم وحاجات خارجه كتير مكتوبه حتى قدامي انا مش هقولها. واللي احنا عرضناه لحضراتكم ده اتمنى مش اتمنى بلاش اللفظ ده عشان ده لفظ ركيك ملوش معنى يعني. لازم اتحاد الكرة يحقق في القصة دي وبجد ومش تهريج ولجنة الحكام تاخد حقها وحق حكامها بجد ومش تهريج. ولازم بجد المخطئ واحنا اللي احنا جبناه لحضراتكم ده خاص وانفراد لينا يعني لازم المخطئ بقى نشوف عقاب في عقاب حقيقي علشان بعدها ما نرجعش نقول انتوا دلوقتي الناس بتقول الجمهور ومش الجمهور وبتاع. بقول لحضراتكم ماتش مفيش اتنين يعرفوا عنه حاجه ماتش مفيش اتنين يسمعوا عنه حاجه وبيحصل فيه اللي بيحصل فيه. فالاولى قانون يبقى قانون. خدوا بالكم الخبر اللي جاي عندي انا بكلمكم في الموضوع ده الخبر اللي جاي عندي انه الاتحاد المصري لكره القدم هيبتدي يطبق من قانون الرياضه هاخد من قانون الرياضه مادتين يحطهم في اللائحه بتاعته اللي هي علشان خاطر مكافحة الشغب في بطولة الكاس. اللي حاصل انه المشهد كله على بعضه المشهد كله على بعضه بقى مرتبك. فانت محتاج تاخد قرارات حاسمة حازمة قاطعة في كل حاجة بقى كل من هو خارج على القانون من جمهور من مدربين. مفيش مدرب على راسه ريش لا في الدوري المصري ولا في غير الدوري المصري ولا في الكرة النسائية ولا في غيره. مفيش حد على راسه ريش لا مدرب ولا حكم ولا اي عنصر من عناصر كرة القدم على راسه ريشة دلوقتي. خلاص انت عايز تعيد ضبط المشهد الكروي والرياضي مرة أخرى علشان يبقى أنت ماشي صح.
فما ينفعش انت تقول جمهور وتسيب المدرب وجمهور وتسيب المدرب المساعد وجمهور وتسيب الاداري وجمهور وتسيب اللعيبه. مش هينفع، ما انت لازم تطبق على كله. اتحاد الكره بياخد قرارات في ده، اللي انا عرضت دي كارثه بكل ما تحمله الكلمه. انا مستني رد من الكابتن عصام عبد الفتاح، نعرف هيعملوا ايه في القصه دي وتصرفاتهم. ده دوري الكره النسائيه تحت 20 سنه، ده دوري اللي حضراتكم شفتوه، ده دوري الكره النسائيه تحت 20 سنه خلاص. مستنيين يشوفوا هيعملوا ايه. كل الناس اللي احنا كلمناهم في الاتحاد وكل الناس التابعه للجنه المسابقات وكل الناس اللي تابعه عليها على لجنه المسابقات بتاعه الكره النسائيه، عشان حد يربط له علاقه بالحاج عامر حسيني عشان الناس ما يحصلهاش خلطه في الموضوع يعني. قال لك لحد دلوقتي احنا ما جالناش حاجه. ما اعرفش ما جالهمش حاجه ازاي، اذا كان احنا جالنا هم ما جالهمش ازاي، انا بستغرب الحقيقه. بس حتى ولو ما جالهمش فاظن ان هو جالكم، ده جه لمصر دلوقتي كلها، اهو بقى قدام مصر كلها دلوقتي. فلازم يبقى في تدخل حازم وقاطع وما فيهوش طبطبه على حد. المخطئ يتحاسب والفيديو قدامكم، واي حد يطلبه من الاتحاد المصري لكره القدم اهو نلفه لكم كمان في 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 طبق ونبعته لكم، ما عندناش مشكله خالص. في هديه ونبعته لكم، ما عندناش مشكله خالص. لا مش شرط، لا مش شرط خالص ان طاقم التحكيم يبقى سيدات، مش شرط خالص. اتحاد الكره بقول لحضراتكم هيبتدي ان هو يطبق المادتين 85 و86 من قانون الرياضه. بس هو تخيله صحيح والله، يعني على راي عبد الباسط بقول لك المفروض يحكم سيدات، هو مش المفروض يحكم سيدات، بس فلنتخيل مثلا اللي كان بيحكم الماتش ده مثلا سيدات وطردوا المدرب وطردوا المدرب المساعد، ايه بقى كان ايه اللي هيحصل بقى؟ ينزلوا يضربوهم؟ ده ما فيهاش تهريج بقى، ده مش ده ما فيهاش تهريج ولا كده كمان يبقى فيها تهريج، لا كده يبقى فيه تهريج ولا كده يبقى فيه تهريج. الماده 85 يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب او قذف او اهان بالقول او الصياح او الاشاره شخصا طبيعيا او اعتباريا او حض على الكراهيه او التمييز العنصري باي وسيله من وسائل الجهر والعلانيه في اثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الهيئات أو الجهات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به. المادة 86 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض. ده موضوع مهم جدا يتربط باللي قبليه ويتربط بأحداث الجماهير، وناخد منه في النهاية صورة حقيقية أو صورة مهمة إذا كنا احنا عايزين نرجع الجمهور بجد. أنا عايز بس في نقطة ما بشوفش خالص إنه معنى إن حد أخطأ إنه أنا أحكم حكم قاطع وبات على الجميع. لازم اخصص في قطاع من الجمهور غلط، جمهور بقى الاهلي، جمهور الزمالك، جمهور اللي جمهوره غلط وفي نيابه وفي تحقيقات، ده يجي يتحاسب ويتعاقب ويوقع عليه اقصى عقوبه، بس الباقي يرجع ويكمل ويبقى في جمهور والمسيره تفضل شغاله. ما بشوفش انه الوقوف عند نقطه هو التصرف الصحيح، على العكس تماما. طول ما انت العجله بتاعتك دايره، طول ما انت ماشي لقدام مفيش حاجه هتوقفك، عاقب زي ما كل ما الناس بتعمل، عاقب وشدد العقوبه وغلظها وكمل مشوارك، هو ده اللي احنا محتاجينه. بس اهم حاجه ان احنا نفعل القانون بجد، مش في طبطبه على حد على الاطلاق. هكمل معاكم بما اني يعني اتكلمت عن اخبار الاتحاد المصري كره القدم. فاتحاد الكوره اخطر الاتحاد العربي بمشاركه الثلاثي الاهلي الزمالك الاسماعيلي في البطوله العربيه. النظام مختلف عن النظام بتاع السنه اللي فاتت، هيقام بنظام خروج المغلوب في مباراة الذهاب وإياب. البطولة هتلعب بين 32 فريق، جميعهم يأتي الاختيار وليس التصفيات، يأتي بالاختيار وليس التصفيات. الاتحاد العربي برئاسة مستشار تركي آل الشيخ رصد 5 مليون دولار للفائز بالبطولة العربية المقبلة، والمكافأة دي تعتبر هي الأكبر حتى من مكافأة بطولة دوري أبطال إفريقيا وآسيا. المنتخب الأولمبي هيستضيف الجزائر وديا في سبتمبر أو أكتوبر بمشيئة الله.
احنا بنتكلم انه كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني لمنتخب مصر هيستضيف نظيره الجزائري في القاهره خلال شهر سبتمبر او اكتوبر لرد الزياره. تقابلوا الفريق وديا في مباراتين في الجزائر في يونيو، هيتقابلوا في يونيو اللي جاي. المنتخب الاولمبي هيواجه طبعا نظيره السعودي وديا يوم 22 ويوم 26 مارس الحالي. الخبر اللي انا بقوله لحضراتكم ده واحد من الاخبار السعيده جدا جدا بالنسبه لي، واللي بنتظره بقالي فتره طويله، واللي كنت اتكلمت عنه يمكن من سنتين او من ثلاث سنين ان لم يكن اكتر كمان، من 2013 ان لم تخني الذاكره واحنا بنتكلم عنه، وبنتمنى ان هو كان يحصل في يوم من الايام. اعتماد رسميا، اعتماد المعمل المصري الدولي لفحص المنشطات. الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات اعلنت عن اعتماد المعمل المصري الدولي لفحص المنشطات كما المعتمد لفحص وتحليل الدم بداية من 9 مارس 2018. دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو وجه طبعا الشكر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بعد اعتماد المعمل المصري دوليا، خاصة وأنه المعمل الوحيد بالقارة الإفريقية، وهو معمل مجهز على أعلى مستوى. الحقيقة القوات المسلحة قامت فيه بمجهود جبار علشان يوصل للشكل والمضمون اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، وانه يبقى هو المعمل الوحيد في قارة افريقيا. كل المعامل الاخرى اغلقت في افريقيا، والمعمل ده ان شاء الله باذن الله هو اللي هيبقى موجود. طيب خلينا استعرض مع حضراتكم تقرير عن مرور 3 سنوات على تولي هيكتور كوبر مدير الفني لمنتخبنا الوطني مهمة الفريق، وبعدين نتكلم مع حضراتكم في قصة النجاح. طيب قبل ما اروح تقرير، انا معايا على التليفون دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو. يا دكتور أسامة اهلا وسهلا بحضرتك، وببارك لك وببارك لكل مصر اعتماد المعمل المصري الدولي لفحص المنشطات. الله يخليك ويبارك فيك. الواحد الحقيقة سعيد جدا النهاردة، وبيبارك لمصر كلها على الحدث الجميل ده، واللي رفع اسم مصر الى العالميه، واصبحنا النهارده المعمل رقم 33 في المعامل المعتمده على مستوى العالم. من النهارده خلاص احنا عندنا معمل معتمد ينفع يشتغل في كل الالعاب، في كل المباريات، في كل المنافسات، مظبوط كده يا دكتور ولا لا؟ هو المعمل بيعتمد على جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الدم، والجزء الثاني اللي هو اليورين او البول. الجزء اللي هو الدم احنا ابتداء من بكره هنبدا احنا ناخد عينات دم هنا من الرياضيين المصريين وهنرسلها بكره كباكوره انتاج للمعمل المصري. اليورين يمكن في خلال شهرين او ثلاثه بالكثير قوي نبدا نرسل عينات البول للمعمل المصري، وبالتالي هنستغنى تماما عن ان احنا نرسل اي عينات للخارج. ده شيء عظيم جدا جدا. طيب احتاجنا احنا وقت قد ايه؟ انا كنت لسه بتكلم مع الساده المشاهدين بقول لهم انا تقريبا فاكر الموضوع ده بدايته كنا بنتكلم من 2013 ان لم يكن قبليها كمان بشويه، لحد ما نوصل للي احنا وصلنا له النهارده، وده انجاز وخبر لو الناس تعرف، خبر عظيم جدا جدا هيفرق معانا بشكل كبير جدا. والله يا كابتن ابراهيم عايز اقول لك الموضوع ده اساسا بدا من سنه 2004 وكانت افكار وبدات تتبلور لغايه ما بقت فكره فعلا قايمه في سنه 2013. الحقيقه الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات مشكوره دخلتنا في بدايه الاعتماد في شهر نوفمبر 2013، كنا في اجتماع في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا. ابتدينا نمشي حسب الخطوات المطلوبه مننا علشان الاعتماد. انا بالحقيقه باسم حضرتك وباسم كل الـ يعني العاملين في مجال مكافحه المنشطات انا بوجه التحيه اولا للقوات المسلحه اللي انشات المعمل. صحيح. ثانيا انا بوجه التحيه للناس القائمين على العمل في المعمل، بدءا من اللواء طبيب هشام البرديسي اللي هو تقاعد حاليا، ودلوقتي العقيد طبيب سعيد حوتر مدير المعمل والرجاله بتوعه اللي تفانوا في انهم يطلعوا كل نتائج العينات اللي فاتت، 5 عينات تطلع اكسلنت كده بالدرجه دي زي ما بقول لحضرتك، لجات النتائج من بره بهذا الكلام. الحاجه برضو الثانيه المهمه اللي انا بحب يعني الحقيقه اشكر رجال الجمارك ورجال الحجر الصحي في مطار القاهره على تعاونهم التام معانا في دخول عينات الدم اللي هي كانت جايه تجارب واختبار لينا كمصريين في ان احنا ندخل العينات دي بمنتهى النجاح وبمنتهى السلاسه، والحقيقه كانت يعني وسام على صدرنا كلنا من المعمل المصري ومن منظمه وبين وزاره الصحه ومن هيئه الجمارك المصري. ده شيء عظيم، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان يشهد عمل المعمل على كل انشطته. انا بشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا، وسعداء جدا بهذا الخبر. للي له بقى في البلاي ستيشن هيبقى في دوره جامده جدا جدا في الفيفا، في الفيفا مش في البي اس، عشان الناس بتوع الفيفا قطاع وبتوع البي اس دول قطاع تاني. في بطوله كبيره جدا جدا معموله هنا في مصر،
وجوائزها كبيره جدا الحقيقه. دي بطوله معالي المستشار تركي آل الشيخ للالعاب الالكترونيه. فكره عندنا هنا في مصر بقى في اتحاد للالعاب الالكترونيه. مواقع التواصل الاجتماعي اول ما سمعت الخبر وكل الشباب في مصر تفاعلت مع الخبر ده بشكل كبير جدا لاول مره في مصر على مستوى ضخم. جوائز كبيره جدا، قيمه الجائزه 2 مليون جنيه مقسمه ل 500,000 جنيه لصاحب المركز الاول، 500,000 جنيه لصاحب المركز الاول، 300,000 لصاحب المركز الثاني، 150,000 لصاحب المركز الثالث، و50 للرابع. كمان هيتم توزيع 1,000,000 جنيه على 100 متسابق بواقع 10,000 جنيه. البطوله هتتلعب في بطوله بجد يعني، البطوله هتتلعب في الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي في الفتره ما بين 13 ل 15 مارس 2018 تحت رعايه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكره القدم والرئيس الشرفي والفخري للنادي الاهلي المصري على فكره، وكمان برعايه خاصه من وزاره الشباب والرياضه والمهندس خالد عبد العزيز بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الالكترونيه. باب الاشتراك ازاي؟ الناس بتسال طب ازاي هنشترك؟ هتدخل على موقع البطوله اللي هو www.eg.eg/ecup.com. نقوله من تاني عشان يبقى برضو واضح قدام حضراتكم، واكتبوا لنا يا جماعه على الشاشه من فضل حضراتكم يعني www.eg-ecup.com. ده الموقع اللي انت هتخش من عليه وتسجل بياناتك علشان تقدر تشترك في البطوله المقبله اللي هتلعب في يوم من يوم 13 ليوم 15 في البلاي ستيشن. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الخبر ده وقبل خبر معمل المنشطات، تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن قصه نجاح هكتور كوبر مع منتخبنا الوطني، ونرجع نكمل كلامنا. اسم الزمالك ارتبط مؤخرا بصفقة القرن، واسم النادي الاهلي ارتبط مؤخرا بعبد الله السعيد واحمد فتحي، وكلاهما يعني من المواضيع اللي قتلت بحثا وكلاما يعني بكل ما تحمله بقى الكلمة من معنى. انا قلت وهقولها وافضل اقولها بدل المرة 1,000,000 مرة، مش ناوي اشارك في اللي بيحصل ده، مش ناوي اكون جزء او طرف من اللي بيحصل في موضوع كلمة صفقة القرن وما يستتبعها الحقيقة من مراحل بأسماء، وهفضل أقول كل مرة ومش حزق من القصة ديت، أسماء كتيرة وهنا وهنا وهنا، وسمعنا كل الناس اللي في الدنيا رئيس نادي الزمالك قال الصفقة يوم السبت، أنا انتظر يوم السبت لحد ما يعلن عن اسم الصفقة. موضوع بسيط جدا بالنسبة لي، أنا هعتمد على ومش ناوي أشارك خالص مش ناوي أشارك خالص في الجيم المعمول ده، وجيم خطف انتباه الناس. انا بقول لحضراتكم الناس دلوقتي لما بتقابلنا في الشارع، هي ايه صفقه القرن؟ هي ايه التعبير نفسه؟ مع كامل تقديري واحترامي والله، اي لعيب هيجي هيجيبه نادي الزمالك، اي لعيب هيجيبه عمره ما هيكون صفقه القرن، او التعبير بتاع القرن ده حاجه جباره يعني. هل الزمالك مثلا ممكن يجيب ميسي؟ ده تعبير صفقة القرن، ميسي هيجي نادي الزمالك، اسم بقى تاريخ يعني. ممكن تبقى صفقة قوية، ممكن لعيب جامد، لعيب مميز، انما انا عندي تحفظ على المسمى وعندي تحفظ على الجيم المعمول ده، فمش ناوي اشارك فيه بصراحة. حبس وكيل مديرية الشباب والرياضة ومدير الشؤون القانونية 15 يوم بسبب حسابات النادي او حساب النادي السري. انا بقول لكم خبر، قررت نيابة الأموال العامة حبس السيد أحمد زكي مدير الشؤون القانونية بمديرية الشباب والرياضة، وعماد طه وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 15 يوم بسبب إصدارهم خطابات غير قانونية. عشان احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم في القانون، وبنتكلم دايما في تحقيقات النيابة وفقا لما تنتهي إليه وما تقول إليه، فأنا بتكلم مع حضراتكم في كلام القانون وكلام النيابة. قالت لك بسبب إصدارهم خطابات غير قانونية تتيح لمجلس إدارة الزمالك فتح حسابات سرية باسم أعضائه. وزير الشباب والرياضة كان قرر تشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك، مش من تلقاء نفسه ولا حاجة، وإنما بأوامر من النائب العام علشان يحصل تحقيق في الموضوع، تم إدارة حسابات نادي الزمالك. خلاص ده فيما يتعلق بالجزئية دي. مهندس هاني زاده أدلى بأقواله في نيابة الأموال العامة العليا للاستدلال بها في أزمة الزمالك الأخيرة، والخاصة بفتح حسابات خاصة طبعا باسم المهندس هاني زاده، وفقا
لمحضر اجتماع مجلس إدارة كان في 2016 أرسل إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. مهندس هاني زادة كان موجود معاه محمود خالد مستشار القانوني لنادي الزمالك، والثنائي غادر النيابة فور الإدلاء بالأقوال الاستدلالية لتوضيح موقف نادي الزمالك أو موقفهم تحديدا. مهندس هاني زادة يمكن اتكلم بعد التحقيقات بتاعت النيابة مباشرة بعد ما أدلى بأقواله، وشدد على التعاون المثمر ما بين نادي الزمالك ومجلس إدارته مع اللجنة المشكلة من النيابة العامة لحل أزمة النادي. ده ما يتعلق بالجزئية ديت. إذن إحنا عندنا هنا أمور مستجدات جديدة بتخص الأمر. النهاردة كل الناس حقيقة بتتكلم في الموضوع ده، حبس وكيل مديرية الشباب والرياضة ومدير الشؤون القانونية لمدة 15 يوم بسبب الحسابات اللي تم الموافقة عليها، إصدارهم خطابات غير قانونية بتتيح نادي الزمالك أنه يفتح حسابات خاصة بأسماء أحد أعضائه. أحمد توفيق بيلعب نادي الزمالك بالفيصلي السعودي، بيقول ان عنده مفاوضات وانه في كلام ما بينه وما بين الفيصلي السعودي. احنا في شهر 3، هفضل مصر شهر 3 نبتدي شهر 8، وبالتالي احمد دلوقتي عنده تجديد تعاقد. نادي الزمالك عايزه وفقا لاختيار او رغبه الكابتن ايهاب جلال، واللاعب بيقول انه عنده مفاوضات من الفيصلي السعودي وبرغبه في الحصول على خدماته. الزمالك بيفتقد جهود عبد الله جمعه امام الرجاء للاصابه، عنده شد خفيف كده في العضله الخلفيه، شعر باجهاد والام فمش هيبقى موجود في الماتش اللي جاي. تدريبات تاهيليه لعبد الله جمعه ومحمد عبد الغني في تدريب الزمالك. محمد عبد الغني اكتفى طبعا مدافع الفريق، اكتفى بأداء التدريبات التاهيليه بس على هامش المران الصباحي النهارده في النادي. عنده برضو اللاعب عنده شعور بالاجهاد، وفضل الجهاز الفني اراحه عبد الغني باقي التدريبات اللي بتقام حاليا، واللاعب دلوقتي بيعمل تاهيل في الجيم. الزمالك نقل تدريباته قبل مواجهه الرجاء لاستاد القاهره. كابتن ايمن حافظ مدير الكره بالفريق طلب اداء التدريبات يوم الاثنين والثلاث باستاد القاهره، وبيستعد طبعا لمواجهه الرجاء يوم الاربعاء في الجوله 29 لبطوله الدوري زي ما حضراتكم متابعين وعارفين. هروح لفاصل سريع جدا جدا، بعد الفاصل هتكلم مع حضراتكم في اخر اخبار النادي الاهلي واخر كواليس النادي الاهلي، خليكم معنا. بتكلم مع حضراتكم في اخبار النادي الاهلي، والنادي الاهلي منذ دقائق ان لم يكن يعني دقائق، احنا بنتكلم على مباراته اللي انتهت في تمام الساعه 9 بفوز مهم على انبي بهدف دون مقابل سجله ايمن اشرف من ضربه ركنيه اجاد فيها علي معلول التنفيذ، واجاد ايضا ايمن اشرف وضعها في شباك عماد السيد حارس انبي. ثلاث نقاط مهمه جدا وغاليه للنادي الاهلي. فاضل للنادي الاهلي بيقول لك ايه، فاضل على الحلو دقه، وفاضل للنادي الاهلي نقطه ياخدها بعد فتره التوقف، ويصبح النادي الاهلي بطل الدوري للمره الأربعين في تاريخه، وبالتالي هيعلق النجمه الرابعه على التيشيرت. انا معايا على التليفون كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. يا كابتن طارق اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. اهلا بيك يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك طبعا وتحياتي لكل الساده المشاهدين، ودايما متألق يعني. ربنا يخليك يا رب يا كابتن. انا الحقيقه عايز احييك على مجهودك وعلى تعبك مع حراس مرمى النادي الاهلي لاول مره او لاول مره منذ فتره طويله. الناس ما بقاش عندها مشكله خالص في حراسه مرمى النادي الاهلي، شريف اكرامي موجود الناس بتستقبل ده بشكل كويس، مش موجود شريف اكرامي موجود محمد الشناوي بيتالق وبيصل الى اعلى مستوياته لدرجه ناس حست انه اكن الشناوي موجود ومولود جوه النادي الاهلي، وده الحقيقه ان كان بيدل على شيء بيدل على مجهود وتعب كبير. وانا عارف انه مهنه تدريب حراسه المرمى دي ما هياش سهل على الاطلاق انك تبقى قريب من كل حراسك. والله يا كابتن ابراهيم الحمد لله طبعا على لها يعني الحمد لله رب العالمين. الشناوي بيقدم مستوى كويس قوي يعني بعد ما خلصنا بطولة افريقيا، الشناوي هو اللي بدا الدوري. كانت اول مباراه لينا كان الانتاج الحربي، والحمد لله كان طبعا مباراه الكاس اللي هي اللي لعبناها قبل ما نبدا الدوري. والحمد لله طوال الفتره اللي فاتت دي كلها الشناوي بيقدم مستوى كويس جدا جدا، واداء متميز واداء يعني الحمد لله رب العالمين يعني بشهاده يعني الحمد لله ناس كتير جدا يعني سواء اعلاميين او نقاد او حتى الجماهير او حتى السوشيال ميديا بشكل عام. وده ده على شيء يدل الحمد لله ان احنا بنشتغل بشكل كويس وبنجتهد في عملنا وبنخلص في عملنا. وفي منافسه شريفه بينه زي ما انت قلت كده، منافسه شريفه بينه وبين عادل حتى قبل ما يمشي، ودلوقتي علي وشريف اكرامي. واتمنى برضه يعني خد بالك انت عارف ان احنا دايما يعني
فترات كتير احنا يعني ممكن نبقى الدنيا ماشيه بشكل كويس، انما دايما انت عارف النادي الاهلي دايما يحصل كل النتائج اللي احنا عملناها ديت، سواء بقى الفريق بشكل عام او حتى الحراس المرمى، لا قدر الله بيحصل اي حاجه بتلاقي هو ده. طب ده يعني قدر النادي الاهلي، يعني ان انت بتشتغل في مكان ما بيرضاش غير بالفوز وبالبطولات، فمهم جدا جدا اللي احنا الاداء اللي احنا بنعمله ده بالنسبه لنا بيبقى ماضي، يعني كل مباراه بنلعبها كل مباراه بناخدها بالنسبه لنا بتبقى ماضي، فدايما بنفكر في اللي جاي، اللي جاي هو الاهم بالنسبه لنا. وزي ما انا بوصل الكلام ده للحراس وبوصل الكلام ده للفريق بشكل عام، كابتن حسام طبعا بيقول الكلام ده، فاتمنى ان شاء الله اللي جاي يعني احنا فضلنا زي ما انت قلت نقطه ان شاء الله ونحسب بطوله الدوري، داخلين ان شاء الله على مباراه مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله اللي جايه، فاتمنى التوفيق ان شاء الله للحراس والمنافسه الشريفه دي، هتطلع اكيد اداء كويس يا كابتن ابراهيم يعني ان شاء الله باذن الله. هل بتفكر مثلا يا كابتن طارق مع الجهاز الفني ومع الكابتن حسام البدري بصوت عالي في موضوع انه بعد مثلا البطوله الافريقيه او بعد ما يحسم النادي الاهلي بطوله الدوري يحصل ظهور مثلا لعلي لطفي ياخد فرصه يبقى موجود برده في الصوره، ولا انتوا ليكوا حسابات ثانيه برده بشكل اعمق شويه ممكن ما يكونش احنا عندنا درايه بيه؟ لا طبعا اكيد زي ما حضرتك بتقول كده، يعني حتى كابتن حسام الكلام ده طرح اكثر من مره، بس ولكن طبعا يعني ان شاء الله يعني بعد ما نعدي المباراه اللي جايه مباراه المونا ان شاء الله في الجابون ان شاء الله لما نرجع هيبقى ممكن ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى برضه شريف ممكن ان شاء الله يبقى له دور، وممكن علي ان شاء الله يبقى له دور، مع طبعا الحفاظ على انت عارف ان يعني بتبقى كابتن حسام بيعملها بشكل ان احنا برضه السنه اللي فاتت لو انت فاكر احنا حسمنا الدوري قبل برضه الدوري من تبقى اربع مباريات وقتها برضه شريف ما لعبش، كان شريف هو اللي بادئ وكان بادئ البوشريف السنه اللي فاتت لعب 30 مباراه من 34 ايوه، وشارك في الشناوي شارك في ثلاث ماتشات من الاربع مباريات اللي هم اللي كنت حضرتك عليهم، هو احمد عادل شارك في مباراه المصري الاخيره اللي تعادلنا فيها 1-1، الشناوي شارك في مباراه سموحه اللي كسبناها 4-2، ومباراه امبل اللي تعادلنا فيها 2-2، وشارك في مباراه الشرقيه، فده طبيعي يعني ان انت لما ان شاء الله باذن الله نحسب الدوري بشكل نهائي اكيد هيبقى فيه فرص كتير يعني كل اللعيبه، واكيد منهم طبعا اكيد عادل لطفي وشريف اكرام ان شاء الله، مش فرص يعني ولكن ايه برضه ايه محتاجين ان احنا في ناس تريح وفي ناس تبدا تاخد وفي نفس الوقت برضه نجهز الناس دي، احنا وارد ان لا قدر الله يحصل اي حاجه للناس اللي بتلعب يبقى انت مجهز البديل دايما، والحمد لله احنا ده بنعمله بشكل يومي يعني حتى في التمرين. صحيح يعني هو هي اصابه شريف اكرامي عباره عن ايه يا كابتن طارق؟ والله طبعا رحت للدكتور امبارح وطمنت على شريف، وبعد ما خرج الملعب هو عنده كده يعني زي يعني التهاب في العضله السفلى بالنسبه للبطن، وخدت شويه من الضمه الشمال يعني، انما ان شاء الله مش هتطول ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يعني. مش هتطول ان شاء الله. طيب لفتره من الفترات حسينا ان النادي الاهلي بيتبع سياسه الدور شويه بس على استحياء ما بين شريف اكرامي وما بين محمد الشناوي لحد ما اتصاب شريف اكرامي، هل ده كان مقصود ولا كانت صدفه بحته؟ لا هو هو بينه وبينك يا كابتن ابراهيم موضوع سياسه الدور دي يعني ما بنحبش يبقى في سياسه الدور، هو اللي بيأدي وماشي بشكل كويس وفرضه يشارك ويبقى برضه رجليه في الملعب لا قدر الله يحصل اي حاجه يعني لو حضرتك فاكر كم مباراه كده الشناوي في بين الشوطين اتغير ونزل احمد عادل فاكر مباراه النصر بتاع الدور الاول الشناوي خرج بين الشوطين ونزل احمد عادل، وبعد كده احمد عادل لعب حتى مباراه طنطا في طنطا لعب مباراه سموحه اللي كسبها هنا 2-1، وبعد كده رجع تاني الشناوي لعب، وبعد كده شريف اكرامي اخر مباراه النصر اللي كانت في استاد القاهره شريف اكرامي لعب، فهي مش سياسه دور ولكن برضه محتاجين ان احنا الناس اللي تبقى موجوده تبقى برضه بتشارك بشكل حتى ولو ممكن ما يبقاش شكل كبير بس تبقى رجليها في الملعب. صحيح لان دايما حارس المرمى نسبه مشاركته ما بتبقاش زي اللاعب، يعني اللاعب ممكن يشارك ربع ساعه ممكن اللاعب يشارك شوط وممكن المره اللي بعدها يشارك لاعب تاني اخر، فيبقى الدنيا انما حارس المرمى دايما اللي ماشي بشكل كويس بتبقى صعب قوي ان انت تغيره، او ان انت دايما طالما ماشي واخد فرص ماتشات وبيأدي بشكل كويس واداء متميز، فالمكان ده الى حد كبير حتى في العالم كله كابتن ابراهيم بتشوف حراس المرمى في العالم كله دايما المكان ده بيبقى فيه تثبيت الى حد كبير يعني. صحيح الا اذا بقى ممكن يبقى في اتفاق مثلا مع بطوله كاس، السنه اللي فاتت الشناوي شارك في دور ال 32 وشارك في دور ال 16 وشارك في دور الثمانيه، ثلاث ماتشات ورا بعض كان الشناوي بيشارك فيهم، وبعدين شريف لعب قبل النهائي مع سموحه ولعب النهائي مع المصري. بتمنى لهم التوفيق كلهم يعني، في النهايه احنا بنعمل شغلنا ودايما التصنيف ده
في الاخر يا كابتن ابراهيم مش احنا اللي بنعمله، حارس المرمى يعني الشناوي هو اللي حط نفسه في المكان ده. صح صح، بادائه وبتميزه في الماتشات اللي لعبها كلها هو بقى رقم واحد، مسك في الفرصه بقى رقم واحد. اه هو مسك في الفرصه زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، هو الولد لعب وادى بشكل كويس وهو ما كانش مستعجل. يعني حتى انا دايما بقول للراس يعني الفرصه هتجي لك بس انت تجي لك وانت واقف على رجليك. صحيح، بس زلي في الجزئيه اللي حضرتك بتقولها دي، لاول مره برضو من فتره طويله بنشوف حارس رقم اتنين بيروح لرقم واحد، وزي ما حكمه بتقول دلوقتي الشناوي بقى الحارس رقم واحد، رغم انه الحارس اللي هو بقى رقم اتنين ده كان رقم واحد قبل كده اللي هو شريف اكرامي. ده ان دل على شيء بيدل على انه في حرص قوي على انه يمسك في الفرصه. بص يا كابتن ابراهيم، الشناوي ابن من ابناء النادي الاهلي. الشناوي كان موجود في النادي الاهلي اكتر من 7-8 سنين. الشناوي جاي النادي الاهلي وهو عنده 14-15 سنه، وفضل في النادي الاهلي فتره كبيره جدا لحد ما مشي. ولما مشي كمان بقى طلع لعب ماتشات كتير بره، لعب حوالي 170 ماتش في الانديه اللي راحها، يعني سواء بقى حرس الحدود، سواء راح الجيش، راح بتروجيت، اخيرا كان في بتروجيت لعب اكتر من 4 سنين في بتروجيت، فعنده مخزون لعب كتير مش قليل. صحيح، ولكن برضه الماتشات اللي بتبقى بره النادي الاهلي بتختلف الى حد كبير عن النادي. النادي الاهلي طبعا الضغوط اللي فيه والنتائج اللي انت دايما مطالب بيها والبطولات اللي انت محتاج ان دايما تبقى بتاخدها، لعب النادي الاهلي مختلف. والشناوي لما جه قلت له الشناوي بص احنا عندنا في جول رقم واحد بيلعب وماشي بشكل كده اكتر من 5-6 سنين. فانت محتاج ان انت عشان تلعب في النادي الاهلي محتاج صبر. واللعب في النادي الاهلي يستحق ان انت تصبر، ويستحق ان انت تبقى تضحي شويه، فهتصبر لحد ما تجيلك الفرصه. صحيح صحيح، السنه اللي فاتت كلها الشناوي ما لعبش غير 3 ماتشات في الدوري. وكان عنده الصبر والجلد انه يستنى لحد ما ياخد فرصته. صحيح، والولد عنده قدرات يا عنده قدرات وعنده قدرات وكل متميز. انا ما بقولش الكلام ده يعني انا بقول الكلام ده حتى على الواتس دلوقتي. انا بص الواحد واضح وصريح. أي. انا يعني الكلام اللي بقوله لحضرتك دلوقتي على الهواء قدام كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي انا بقوله للحراس بينه وبينهم ان المكان ده هو مش محجوز لحد، مش محجوز بيسمح حد. انما في النهايه انت بتقدم مستوى، المستوى ده بيخليك رقم واحد، بيخليك رقم اثنين، بيخليك رقم ثلاثة. وشريف اكرامي قبل كده قعد كتير ورجع تاني ورجع رقم واحد تاني، مش اول مره ان شريف اكرامي يقع. السنه اللي فاتت احمد عادل لو حضرتك فاكر برضه السنه قبل اللي فاتت في الكونفدراليه، في الوقت بتاع الكونفدراليه مع جريدو والفتره ديت اعتقد مع الكونفدراليه قعد فتره لعب اثنين نهائي، وبعدها مع مارتن يول يا كابتن ابراهيم لعب خلص مع مارتن يول. ولعب ماتشات الكاس ولعب ماتشات في الدوري. احمد عادل برضه لعب فتره كبيره، ورجع شريف تاني رجع وبقى اساسي. هي في النادي الاهلي انت بتتمرن وبتحافظ على مستواك لحد ما تجيلك الفرصه تمشي فيها تاني، وهي متاحه للجميع. يعني المكان مش محجوز لحد، والشناوي دلوقتي هو اللي حط نفسه في المكان ده. صحيح. طب خلينا عايز شريف اتفضل. لا اتفضل يا كابتن كمل. عايز شريف يعني هو المكان ده محتاج صبر. والحارس اللي بيلعب طالما بيأدي بشكل كويس بيبقى صعب ان انت يحصل تغيير في المكان ده. فمحتاج صبر من علي، محتاج صبر من شريف. وفي النهايه طبعا اتمنى لهم كلهم التوفيق، يعني واي حد بيلعب ويقدم مستوى كويس. وفي النهايه راجع للنادي وراجع لي انا شخص، انا في النهايه انا مدرب الثلاثه، يعني فايا كان اللي بيلعب ويأدي بشكل كويس دي حاجه تسعدني يعني. صحيح. طيب خلينا نطمن منك بس على عبد الله السعيد يا كابتن، هل هيقدر يبقى موجود الاصابه بتاعته، هل هيقدر يبقى موجود في ماتش الاهلي الافريقي الجاي ولا صعب؟ والله يا كابتن ابراهيم موضوع عبد الله انا ما اقدرش يعني اجزم فيه يعني تفاصيله بالنسبه للاصابه، مش عندي تفاصيل معلومات كافيه. اللي عنده معلومات كافيه طبعا اكيد الدكتور، انما هو طبعا العضله بتاع وش رجله كانت صف فيها كده، لو نرجع شويه كده كان ماتش الاسماعيلي كان حصل كده دخل من تقريبا مش فاكر لاعب اسماعيلي كده، حتى عبد الله وقتها اتنرفز شويه في الملعب ودي كمل عليها فتره لحد ما الماتش اللي فات حس بيها. فموضوع انه يعني يرجع امتى دي بالظبط تفاصيلها مش عندي، اكيد الدكتور اكثر يكلم فيها اكتر مني يعني. يا كابتن انا بشكرك شكرا جزيلا، وسعيد جدا جدا بتصريحات حضرتك وما فيها من صراحه ورسائل لجمهور النادي الاهلي يطمئن على حراسه المرمى. انا بشكرك يا كابتن ابراهيم وكمان رسائل لحراسك كلهم. انا اللي بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. ودايما انت بتبقى بتتكلم وفقا لمعطى معين، المعطى هو المستوى، وده اللي قاله الكابتن طارق، مستوى كل حارس مرمى هو اللي بيحكم على نفسه وبيحكم على الجمهور وبيحكم كمان او بيجبر الجمهور، بيجبر الجهاز الفني انه يبقى موجود وياخد فرصته كامله.
طيب خليني اقول لحضراتكم اخبار كتيره جدا بعد ازمه مننا. الكابتن محمود الخطيب بيدرس الخروج الاعلامي لمخاطبه جماهير النادي الاهلي، بيدرس الخروج الاعلامي لمواجهه او لمخاطبه جماهير النادي الاهلي. كان حصل هجوم شديد شويه على مجلس اداره النادي الاهلي من قبل جماهيره خلال الايام اللي فاتت بحجه تسليم بيانات النادي الاهلي او بيانات الجمهور اللي موجود، اللي حضرت لقاء مننا لوزاره الداخليه. والحقيقه الاستاذ شريف فؤاد بالامس المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي فندى تماما ووضحها تماما للناس، ولكن هناك دراسه قد تكون للكابتن محمود الخطيب انه يخرج ويتكلم للراي العام او يدور على او يبقى في وسيله اخرى يصل بيها الى جمهور النادي الاهلي. جلسه مفاوضات ثنائيه لحسم تجديد عقود الثنائيه احمد فتحي وعبد الله السعيد. زي ما كنت بكلمكم، الزمالك اول لما اجيب سيره الزمالك الناس هتسالك على صفقه القرن، الاهلي اول لما اجيب سيرته الناس هتسالك على احمد فتحي وعبد الله سعيد. كابتن عبد العزيز عبد الشافي حصل تدخل اهو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الاهلي بيساعد في الملف، لانه يعني قصه التجديد بقى فيها طلبات طبيعيه جدا 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 طبيعيه جدا جدا. انا هو بكررها اكتر من مره، كل لعيب بقى له طلبات وله وفقا لوجهه نظره واحساسه بمستواه وما يقدمه وما سيقدمه، فدي ما تزعلش حد يعني. فهيحصل جلسه ثنائيه هيتكلم فيها كابتن عبد العزيز، او هيبقى موجود فيها كابتن عبد العزيز، او هيبقى موجود فيها كابتن سيد عبد العزيز، علشان حسم ملف التجديد للثنائي. كلام كتير في الفتره اللي فاتت اتقال على احمد فتحي وعلى عبد الله السعيد وارتباطهم بنادي الزمالك. احمد فتحي صعب وان كان عنده عرض انه يروح نادي الزمالك، صعب وان كان عنده عرض من نادي الزمالك. انا عارف كويس بقول لحضراتكم ايه، عنده عرض وعرض مغري جدا، عرض وعرض مغري وبرقم محترم. احمد فتحي واحد من اللاعبين المقاتلين جدا جدا واللي بيحب النادي الاهلي بجد واللي بيحب جماهير النادي الاهلي بجد، والامر كله مرتبط بتقدير مادي وممكن يبقى في نوع من انواع النظره والتنازل، بس الرقم يوصل للشكل اللي يليق باللاعب. بس في عرض من الزمالك لاحمد فتحي، في عرض من الزمالك في كلام، في كلام وكلام بفلوس كتير، كلام بفلوس كتير قوي كمان، ماشي وبعيد عن العرض اللي عرضه النادي الاهلي، يعني برقم فارق، برقم فارق، رقم فارق كتير جدا عن المعروض على احمد فتحي. وعلى فكره اللي معروض على احمد فتحي غير اللي معروض على عبد الله السعيد في النادي الاهلي. عبد الله الامر مختلف بالنسبه له، عبد الله ممكن يفكر ان هو يبقى موجود في الزمالك. انا عارف الناس ممكن تستغرب كلامي وهو الحقيقه كلام غريب يعني، عشان ما اكذبش عليكم يعني، بس انا بقول لكم المعلومه، انا بقول لكم المعلومه يعني، انه ممكن عبد الله يبقى في الزمالك، ممكن يبقى في الزمالك. الرقم المعروض كبير برضه، رقم المعروض من الزمالك كبير على عبد الله السعيد. وكلام كتير انه وقع، وكلام كتير انه مخلص، وكلام كتير انه مخلص كل حاجه في نادي الزمالك. بس اللي اقدر اقوله لكم لحد دلوقتي طلع مفيش حاجه رسميه انه اللعيب لسه موجود في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي يملك لحد اللحظه اللي بكلم فيها حضراتكم دي، النادي الاهلي يملك الحفاظ على الثنائي احمد فتحي وعبد الله السعيد. ماشي، يا رب اكون ايه وضحت لكم الموضوع بالكامل لحد دلوقتي. الاهلي هيروح الجابون يوم الاربعاء عشان يواجه منانا ان شاء الله باذن الله. الاهلي كان طبعا فاز وحسم بشكل كبير جدا، المباراه تبقى مباراه تحصيل حاصل يعني، الاهلي كسبان في مباراه الذهاب 4-0، وبالنسبه له هيعرف ياخد اللي هو عايزه من الماتش اللي جاي، هيبقى يعني بالنسبه للنادي الاهلي اسهل بكتير جدا جدا من مباراه الذهاب. الاهلي راحه من التدريبات يوم الاثنين، الكابتن حسام البدري ادى للاعيبه راحه بكره مكافاه طبعا على المجهود الكبير جدا ومنعا طبعا للاجهاد، وعشان هيبقى عنده مباراه افريقيه. الجهاز الطبي منح الضوء الاخضر لعوده باسم علي للتدريبات مره اخرى، هيبقى موجود مع النادي الاهلي، مفيش مشاكل خالص في موضوع باسم علي. بعد الفصل السريع اللي جاي هتكلم مع حضراتكم في اخبار الانديه الاخرى، يلا بينا. وفد من العين الاماراتي في القاهره خلال ايام لحسم شراء حسين الشحات من مصر المقاصه، صفقه كبيره جدا ومهم بالنسبه لمصر المقاصه. كمان الفقره العالميه عندي منها خبرين بسرعه هعدي عليهم. وعد جديد من الاسماعيلي لابراهيم حسن بالرحيل مع نهايه الموسم. مصدر مقرب من اللاعب قال انه تلقى وعد من مهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي بالموافقه على رحيله مع نهايه الموسم حال حصول اللاعب على عرض يليق به ويليق بالنادي. هو اللاعب بيمتلك عرض طبعا من نادي الزمالك،
الزمالك، بالاضافه لعرض من احد انديه الخليج، وكان قريب جدا من الانتقال للعين الاماراتي بدل من حسين الشحات علشان حضراتكم تبقوا عارفين، لكن مسؤولي الاسماعيلي رفضوا واصروا على بقائه، علشان كان ساعتها النادي الاسماعيلي كان شويه فيه نوع من انواع المنافسه على بطوله الدوري. من غير ما اروح لفواصل ولا حاجه هتكلم مع حضراتكم في اخبارنا العالميه. انا ضد اي مبدا في كره القدم يتكلم عن انه لعيب اتصاب احنا نفرح فيه فنشمت علشان خاطر اللعيب بتاعنا يزيد. الكره ما فيهاش كده، والمنافسه الشريفه ما فيهاش كده، والاخلاق الرياضيه ما بيبقاش فيها كده، الا يبقى احنا عندنا معايير مزدوجه ومعايير عكس بعضها. ما فيش كده في الدنيا. يعني احنا بنتكلم على اصابه هاري كين، ان شاء الله باذن الله يرجع سليم. جمال المنافسه وجمال وصولك لللقب هو انك تكون قوي طول الوقت، وانك قادر على انك تكمل في طريقك. عمر ما كان جمال المنافسة خالص انه لعيب يتصاب او يحصل المشكلة لحد فانت تقوم مكمل. الناس بتفكر بكده، حتى ولو الموضوع فيه سخرية شوية، او حتى ولو الناس واخداه بتهريج، فخالص خالص ده يبقى منافي خالص للاخلاق الكروية والاخلاق الرياضية. أجويرو هيغيب 3 أسابيع بسبب الإصابة. هاري كين هيتحدد مصيره خلال ساعات. خرج طبعا من متمنى له الشفاء والسلامة، لأن الإصابة واضح إنها إصابة ما هياش سهلة. شايفين التواء واضح بشكل كبير جدا في القدم في الكاحل. هاري كين خرج من مباراة توتنهام أمام بورنموث في دقيقة 34 بعد التواء قوي في الكاحل، علشان يخش مكانه إريك لاميلا. بوتشيتينيو المدير الفني لتوتنهام بعد المباراة قال إنه كين هيخضع بكرة الاثنين لأشعة على القدم لتحديد حجم الإصابة. سيرجيو أجويرو كمان هو الآخر كان اتصاب وبعد عن الملاعب لعدة أسابيع، وبالتالي وإحنا بنتكلم عن هذه الإصابات الناس بتقول إنه طيب محمد صلاح هيبقى مكمل. هرجع تاني وأقولها، محمد صلاح مكمل بقوته مش مكمل باصابات الناس، ولو هو كان مكمل باصابات الناس او مكمل والناس مستنيه حاجه تحصل للاثنين لعيبه كان زمان محمد صلاح ورا، ما هوش متقدم خالص، ما هوش مسجل 24 هدف، ما هوش مسجل 32 هدف خلال مسيرته مع ليفربول. هو بقدراته وبامكانياته مش باصابات التانيين، ما تقللوش من مجهوده، اوعوا تقعوا في الخطا ده. محمد بامكانياته اللي هو وصل لها وبال 24 هدف اللي وصل لهم، سواء دول كانوا مكملين او مش مكملين، مش خالص بموضوع الإصابة. آخر خبر عندي إنه النني بتألق وبيخطف إعجاب الجماهير في فوز أرسنال على واتفورد بثلاث أهداف دون مقابل، وبنبقى مبسوطين جدا جدا لتألق كل لعيب في منتخبنا الوطني، كل لعيب متألق أو موجود برضو بره في الخارج. محمد النني شارك في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة. النني شارك في التشكيلة الأساسية واستمر في الملعب حتى نهاية المباراة، ونال إشادات واسعة جدا من جماهير أرسنال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مباراة شهدت انقاذ بيتر تشيك لركلة جزاء علشان يصل كلين شيت له لرقم 200 في تاريخه في بطولة الدوري الانجليزي، عشان يصبح اول حارس مرمى في تاريخ الدوري الانجليزي بيصل الى هذا الرقم. حافظ على نظافة شباكه في 162 مباراة مع تشيلسي و 38 مباراة مع أرسنال. بعد الفاصل ضيفي وضيف حضراتكم نجم النادي الأهلي والمدير الفني السابق لطنطا كابتن أسامة عرابي، خليكم معنا.